نشر صورة للفنانة شادية، ربنا يا رب يديها الصحة يعني ويشفيها ويديها طولة العمر، من داخل المستشفى. هو سبق صحفي ولا خطأ مهني؟ أنا من وجهة نظري بما إني صحفية، لما يكون في إشاعة بتطلع كل 10 دقايق على السوشيال ميديا وفي بعض المواقع الإلكترونية بتكتب عن وفاة الفنانة شادية ربنا يديها طولة العمر يعني، وأنا عندي صورة، أملك صورة بتؤكد إنها على قيد الحياة، واحنا في عصر الصوره فيه هي اللي بتتكلم، انا هنشر الصوره، لان ده بالنسبه لي سبق صحفي. فكره ان هو لا وانه خطا مهني، انا مش شايفه انه خطا مهني. لما يكون شخص بهذه الجماهيريه العظيمه وعنده ملايين من الفولورز وناس من اللي بتحبه واللي بتستنى اخباره، وانا عندي صوره بتؤكد انه على قيد الحياه بعد كل الشائعات وكل الناس ما كانت بتتكلم على السوشيال ميديا عن وفاتها، انا هنزل الصوره لان هبقى شايفه من وجهه نظري، وده صح وقتها ان ده سبق صحفي. انا عندي صوره، انا شايفه انها مش مسيئه، بالعكس هي بتطمن الملايين وبتقول لهم ان هي صحتها كويسه، انها لسه على قيد الحياه، غير لما اكتب خبر عادي جدا وفي 50,000 خبر موجودين في نفس التوقيت بيقولوا انها توفت. فيعني انا مش شايفه اي مشكله خالص، ومش شايفه داعي لكل الضجه اللي حصلت. طبعا الاعتذار اللي نزلته الجريده بعد اسرتها، طبعا ليهم كامل الاحترام ان هم يشوفوا ان الصوره ما تنزلش، وايضا الجريده رفعت ده احتراما للاسره، وكتبت حتى في بيانها في الاعتذار انها عملت ده من دافع طمانه ملايين المصريين عليها. بس هو برده مش من دافع ملايين الطمانه، خلينا برده واقعين بالشكل البرجماتي، هو هيحقق نسبه مشاهده عاليه جدا لان الصوره هي اللي بتتكلم اكتر من الخبر، وده رايي. انا اظن ان الصحافه فيها جزء من الاخلاق وجزء من اللا اخلاق، عشان نبقى واضحين يعني، في جزء له علاقه بالاخلاق وجزء له علاقه بان السبق الصحفي بيدوس على كل شيء. الباباراتسي معروفين في العالم كله، الباباراتسي والباباراتسي هم اللي ادوا الى مقتل ديانا ودودي من كتر ما كانوا بيتعاقبوهم، الباباراتسي مزعجين لكل المشاهير. ولكن نقف هنا، الحقيقه ان صوره شاديه بالذات كانت صوره انا اظن انها غير اخلاقيه، لكن هناك خطا اخر، هو خطا للاسف من اسرتها ومن اداره المستشفى. المعلومه مهمه، يعني الجزء اللي انت بتقولي فيه انه هذه الصوره طمأنت الجماهير، لكن شاديه كانت على اجهزه تنفس صناعي وهذه الصوره اخذت بدون اذنها، وهنا دي نقطة مهمة جدا وأصبحت لها قواعد في العالم كله، إنه الاتحاد الأوروبي كله يعتبرها جريمة تصوير المريض داخل فاسيلتي علاجية دون إذنه. لازم إذن المريض بالذات في قصة مش إذن المريض المريض وهنا أهلها، بس أظن إن كان الأدق إنه أهلها يطلعوا بيان كل غرفة يقولوا الحالة الصحية بدقة. هنا فكرة التخبية والتعتيم، يا ترى هي في المستشفى دي ولا في المستشفى دي، يا ترى هي هنا ولا هنا، يا ترى حصل ايه، يا ترى هي في العنايه المركزه ومش في العنايه المركزه. هل بتعتبر ده في النهايه مبرر ان الصوره تنشر؟ لا انا ارى ان نشر الصوره كان غير اخلاقي، يبقى ده موضوع غير اخلاقي، ولكن في البدايه نقص المعلومات ده مشكله، لانه ما هو اخلاقي في مساله النشر ده هينسحب على حاجات كتير، زي مثلا احنا انا بحب السادات جدا ومش مصدق الروايه اللي هي ما فيش فيها صوره بتتكلم عن اين اصابته الرصاصه، بس هل ده معناه ان احنا لو عندنا صورته وهو مقتول ننشرها؟ ما تنشر، ما انت عندك فيديو عندك فيديو وعندك افلام، غير اخلاقي نشر الصوره موجوده في الحقيقه قبل كده، غير اخلاقي وحاجات كتير، وعندك صور الحقيقه زي عبد الحليم وفريد الاطرش واسماعيل، بس دول وتعرض لجريمه قوانين يا جماعه. هو في فرق بين الموضوعين، يعني موضوع السادات حاجه، موضوع شاديه حاجه ثانيه. موضوع شاديه سبقه اشاعات عن وفاتها، موضوع شادية سبقوا تعتيم اعلامي او اخبار. احنا قلنا ان هذا مبرر، هذا خطأ، ولكنه ليس مبرر. وبالتالي بس لا، هو هنا بقى في حاجة مهمة، الصحفي اللي نشر الصورة قد تكون اسرة شادية شافت انه الشكل ما كانش شكل لطيف انه شادية تظهر بيه، لانه شادية بيها صورة في وجدان الناس، وهذا حق لهم وحق اللي شافت لهم نفسها وكل حاجة، لكن احنا ممكن نشوفها بطريقة اخرى. الناس اللي تصورت انه الفنانة المريضة توفت، لما بتنزل قدامها صورة بهذا الشكل
ممكن يبتدي يحصل نوع من انواع الدعوات ليها انها تقوم بالسلامه. يا سلام ممكن يا سلام انا بشوف كده. لا يا سلام ممكن لا ممكن اولا لا ده اولا اولا مشجع للناس اولا اسال عليه لا شاديه ولا السادات ولا كده. انا احط نفسي مكان اي مريض انا جوه المستشفى لا قدر الله مريضه انا لو مكانها مش بتعالج مش عايزه حد ينشو. انا هو لميس جوه مكان جوه مستشفى بتعالج مش عايزه حد ده بيتطبق على خصوصيتي. على فكره هي طلعت احدى افراد هيئه التمريض واظن انها فسخت لانه فكره يتم التحقيق معها لانه فكره ان انت تصورني بدون اذني وبدون انا عندي سؤال بغض النظر احنا بنتكلم عن الصوره دي انا عندي سؤال واحد بس ما الذي تثبته لا هفصل ما الذي هفصل ما الذي تثبته صوره انه شخص ما زال على قيد الحياه جماهيريته ولا لا 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 الصوره متصوره من 50 يوم مش من 50 يوم انت عرضك ان هي متصوره النهارده انت بتقولي انا مش هفصل لو عليها تاريخ مثلا لا لو دي صوره المواطن عادي كان لا الدنيا هتقوم ولا لا معلش هو المواطن العادي هيبقى عايز اعرف الصوره لما اتنشرت في الحاله دي حضرتك قريت الكود اوف ايثكس اللي بيسمح ان دي تعمل او ما تعملش فين طب هو لا يوجد لا لا كود احنا عندنا كود ده عالمي ده عالمي هو كمان اصل هم ما كانوش اعتذروا يعني هناك ما هو علشان لا علشان الشخصيه عامه لكن لو مواطن عادي هو بسيط مش هم بيصوروها طب حاجه ثانيه ما زال لا اخلاق ما زال عمل لا اخلاق المواطن يا جماعه اتفضل بالنسبه لشاديه بالذات هي 30 سنه يا جماعه مش عايزه تظهر للاعلام واعتكفت لوحدها ويعني وما كانتش بتدلي حتى باحاديث فنحترم خصوصيتها نقوم نصورها وهي على اجهزه التنفس وهي مش دريانه وبالمنظر ده يعني هو ده مثلا هيخلي فيه تعاطف مع الجريده ولا مع وما الذي يؤكده يا جماعه الصوره اتشلمت الجريده إيه كل الناس دخلت شاطر ايه اللي هيثبت لنا اصلا ان هي على قيد الحياه يثبت لنا ان دي شاديه اساسا قد تكون قديمه مثلا يعني انا لا هو يثبت لنا ان دي شاديه لما ايه الناس اتطورت هي مسعى للترافيك فقط الصحافه جزء منها له علاقه بالاخلاق وجزء منها له علاقه بالسبق ولكن في الكودز اوف اثكس لازم استئذان بالذات المريض لابد من استئذانه لا يمكن ان انت تصور حد حتى لا تقدر على كل حاجه دون ان تستاذنه ما ينفعش ما فيش اي اخلاقيات في الموضوع ده انك انت تصور حد مريض وعلى فكره الشخصيات العامه اهم من يعني مش قصدي اهم من المواطنين العاديين ولكن الشخصيه العامه الناس هتروح تصور مواطن عادي ازاي ليه؟ 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 لا بيصوروا الناس جوه المستشفيات على فكره ايوه بيستاذنوه ولو من غير اذن يبقى غير اخلاقي لا لو من غير اذن برضه يبقى غير اخلاقي بقى طبق المعايير يعني معلش في الاخر اي حاله من هذا النوع انا مش هلاقيها لما شفت الصوره تعاطفت معاها ولما قريت ولما انا زعلت شديد ده انا شتمت خبر الاشاعه قبلها لا انا هي على قيد الحياه ولا لا الا بالصوره لما نزلت انا صدقت لان في 50000 اشاعه بالمنظر ده في 50000 قله المعلومات مشكله لابد فكره ان انا اقفل على الموضوع لا المعلومه مهمه ولابد كان يصدر بيان يومي بحاله الفنانه شادية لانها حبيبه الملايين ولكن هذا لا يبرر الصوره انا بشوفها انها شيء لا اخلاقي صراحة لا يمكن ان انا لا مش متطرف هو وانت ما هي انا عشان طريق القانون لا تحت الاضطرار لا يعني مفيش تبقى حرامي بس انا يعني بعيدا عن الصوره انا لو ما عنديش معلومه فانا مضطر ان انا احاول لا لا طبعا لا خلاص طبعا انا معيش انا معيش فلوس فيبقى انا مضطر ان انا اسيبك وابقى حد سامعني هو انت لو موجود مطلوب منك انك تتابع حاله زي حاله الفنانه شاديه تمام هقول لك بعيدا هيروح يرشي ده اللي حصل ده اللي حصل الحياه انه حته بدون اذنها
او بدون اذن اسرتها، لان هي غير قادره على منح الاذن. لا بدون اذنها ولا بدون اذن اسرتها. مين هي بالتاكيد ما اضطرش ان انا اعمل ده؟ مظبوط. لكن اي مبرر يكسر الحاجز الاخلاقي، والا الصحفي بعد كده يقول لك انا في حاجه للمعلومه، لازم حاجه اسمها كود الاثنين. انا بحب اتكلم دايما من على ارض الواقع اللي بيحصل في الصحافه ايه. انا ما بحبش اتكلم دايما من العالم المثالي. اللي انت بتتكلم فيه اسمه العالم المثالي. اللي بيحصل في الصحافه مختلف تماما. الشغل وده مش معناه ان هم دي يا فندم اللي بيسموها دي دايره غير اخلاقيه. دي هي دي اصفر نوع فيها. ما هو ده الباباراتسي. ده اصفر نوع فيها. انت ما بتتجسسش على الناس. ده الباباراتسي. لا حد في اوضه نومه وعلى اجهزه التنفس الصناعي وبنصوره وفي حد بيدافع عنه. على فكره هي في اوضه نومه. انا مش بدافع. انا مش بدافع. ما ادانيش معلومه فانا دخلت عليه الحمام صورته. لا انا ايه المعلومات دي؟ دخلت عليه وانا في اوضه نومه. وما بتعمليش موضوع. عندنا موضوع مهم اخر موضوع ماضي عليه كل الصحفيين اللي في الدنيا. طبقها على الجميع. طيب عشان وقتي. اذا كان اول بند فيها صحفي طبقها على نفسه. الهيئه الوطنيه طبقها على الجميع. طب خلاص خلاص عندنا موضوع خامس. كود اوف اثكس بقى انه الحقيقه انه من القوانين اللي اتغيرت والقواعد اللي اتغيرت مؤخرا في التويتر ان الحروف يعني التغريدات او التويتات بدل ما كانت 140 حرف فجاه بقت 280 حرف. انا بصراحه اتخضيت. زمان ال 140 حرف دول كانوا خنقه، ما كناش بنعرف نقول جمله على بعض، وكان لازم نفضل ازاي يعني نؤقلم الامور وازاي نكتب جمله عربيه سليمه وذين ال 140 حرف او جمله انجليزيه سليمه وذين ال 140 حرف. لكن الحقيقه انه هذا التغير للضعف لقيته مزعج جدا. اولا التايم لاين بقى كبير قوي. ثانيا 280 حرف دول الواحد ما بقاش بيقرا التويته كلها على بعض. بص التايم لاين بقى عامل ازاي؟ ضخم. وبعدين انا بكلمك هنا بقى على كذا لغه. طبعا في مش كل اللغات بقى عندها 280 حرف، ان في لغات بتستطيع انها تعبر عن نفسها في كلمات قليله. الالمان مثلا مبسوطين جدا، سعداء هللوا بالقصه دي لان هم كانوا منزعجين وما كانوش بيعرفوا ينشروا، والحكومه الالمانيه قالت كده نقدر نحط كل التشريعات في يعني نقدر ان احنا نقولها. فرق الكوره سعيده جدا بالقصص دي لان قال لك ايه، هنحط كل المباريات واسامي اللعيبه في مثلا 11 لاعب فنحطهم بقى في 280 حرف. انا شخصيا منزعجه جدا وما بقتش اقرا تويتر من ساعتها لان 280 حرف ده كتير جدا. تخيلوا بقى تقعد تقروا التايم لاين، مزعج جدا جدا جدا. وده رايي. طيب انا ضدك تماما وسعيده سعاده يعني مفزعه الحقيقه. انا ما كنتش على تويتر اساسا عشان ال 140 حرف دول كانوا بيخنقوني، ما كنتش بقدر اعبر عن نفسي. اول بقى لما بقى الدنيا فتحت كده فبدات فعلا بعمل تويتات كتير جدا لاني بقدر اعبر عن اللي انا عايزه اقوله. مع الاخذ في الاعتبار انا كاتبه وبكتب قصص قصيره تقريبا سطر ونص، يعني القصص صغيره والشعر اللي بكتبه قصير. ومع ذلك في قصه دلوقتي على تويتر؟ لا ما بكتبش على تويتر. لا بكتب القصص بتاعتي قصيره، يعني انا اخده على الكتابه المكثفه. لا كويس. فبالتالي بقدر اعبر في تويتر دلوقتي على المشكله او القضيه اللي انا عايزه اتكلم عنها بحريه. وبالتالي انا شايفه ان دي حاجه مهمه، ان تويتر كده بيجتذب ناس جداد بيدخلوا عليه اللي هم كانوا بتوع الفيسبوك اللي بيحبوا الكلام الكتير. وكمان الناس اللي كانت ما بتدخلش كتير تويتر عشان مش عارفه تعبر من خلال ال 140 حرف بدات بتكتب اكتر. وكمان بدل ما بيعمل التويت على ثلاث اربع مرات كده ونقعد ندور بقى واحد من اثنين واثنين من ثلاثه وثلاثه من اربعه ونقعد نقرا ورا بعض، لا بقت مره واحده. فانا شايفه ان دي حاجه فعلا يعني كانت ايجابيه وكترت الناس على تويتر. وانا كترت الناس على تويتر. انا شايفه انها نقص. هو تويتر نفسه كمؤسسه عندما قرر هذه الزياده اكيد عمل الماركت ريسيرش الابحاث السوقيه اللي بتقول له انه علشان تنافس محتاجين والنبي. اما هو بقى زي الفيسبوك. لا يعني كان في فرق ما بين الفيسبوك وما بين تويتر ان انت عندك مسج قصيره بتوصلها في سطر. بقى زي الفيسبوك. ولا احنا اللي فقدنا على القراءه بقت دلوقتي زي بعض. بص يا فندم انا من وجهه نظري اي حاجه تقلل الكلام تقلل
حجم الكلام بين الناس وبعضها هتبقى حاجه مريحه نفسيا جدا بالنسبه لي، دي اول حاجه. او يخرس، ولكن خلص. احنا في حاله مثلا زي حاله الكتابه باللغه العربيه، دي لغه محتاجه توضيح، يعني ما ينفعش اقول لحضرتك كلمه واسيبها كده على عواهنا. اللغه العربيه من الحاجات اللي هي بعد ما تقولها محتاج تشرحها. فاحنا يعني من اللغات اللي اكيد مستفيده يعني من طول السنين يعني دي ما كانتش يعني لما تكتب كده كان في ناس كتير على تويتر، لا في ناس غاويه تويتر وفي ناس غاويه بس مش مشكله وفيها كل المعنى ما قل ودل فعلها. لا لا ما بيدلش قوي، اسمها حتى تغريده ما بيدلش قوي، والناتج انه حد ممكن يكتب 140 حرف فيفهموا على اساس ان هم ده كل الموقف وده غير حقيقي. بس يعني بيبقى علشان كده لو قارنا ما بين حجم الحديث الكراهيه على تويتر وحديث الكراهيه على فيسبوك، لا على تويتر اكبر بكتير، لانه كنت شايف الكراهيه شايف انه شايف انه طول الفقره او زياده الحروف هيقلل حجم الكراهيه على تويتر، هيدي فرصه هيدي اوبشن لزياده الكلام والتوضيح. بس الشتيمه هتزيد يعني بدل ما الشتيمه كانت في 140 لا ما هياش هي الحاجز بالنسبه للشتيمه، مش الحاجز هو عدد الكلمات، ولكن ربما اذا كان حد عنده فرصه ان هو يوضح وجهه نظره شويه في سطر الزياده ممكن يبقى فيه قدر اكبر. وعلى فكره اللي عايز يكتب ال 140 حرف يكتب ال 140 حرف، يا رب يكتب ثلاث حروف، مش لازم يكتب ال 280. انا بس خايف ان البرلمان ما يوافقش. انها لنكته نكت ودعم. طيب بشكركم عموما اعزائي المشاهدين، دايما جلسه ساخنه كعادتها، بكره عندنا حلقه ساخنه. الحقيقه انا كنت عاملاها حلقه يعني لطيفه، ولكن فوجئت انها حلقه ساخنه، وهكلمكم بكره بقى عن الديمقراطيه واللا ديمقراطيه داخل الانديه الرياضيه، لانه انا كنت عامله حلقه عن مناظرات طبيعيه لطيفه بين المرشحين للانديه الرياضيه، الجزيره، الصيد، سبورتنج، أندية مختلفة. فوجئت طبعا الحقيقة انه يعني في ناس بتعتذر وناس بتقول لك ما اقعدش في مناظرة، لا ولو سمحتي جيبيني انا لوحدي، ولو سمحتي انا اقعد لوحدي عشان ما اقعدش في مناظرة، ولو سمحتي ما اقعدش مع المنافس بتاعي قدامي، ولو سمحتي انا ما اتكلمش على مشاكل النادي على التلفزيون، ممكن اتكلم بس في الصحافة او في النادي. اي قصص بقى هسليكم بكرة جدا. هيكون معنا كمان هيكون معنا عدد الحقيقة من المتنافسين موجودين، هيليوبلس ايضا كمان هيكونوا موجودين، ولكن هيكون معنا ايضا فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية. اشوفكم بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.